المقطع الثالث للمحاضرة الأولى اللي هو ذكرناه سابقا من المقطع الأول باللغة العربية طرق توليد الكهرباء الساكنة. قلنا أكو ثلاثة طرق لتوليد الكهرباء الساكنة. الطريقة الأولى اللي هي طريقة الحك أو الدلك باللغة الإنجليزية ترايبو إلكتريك سيريس، طريقة الحك أو الدلك. بس المأشر اللي تحت خط هذا المطلوب بهذا السكشن. The tribo electric effect طريقة الحث أو الدلك is type of contact هو نوع من الالتصاق electrofraction in which a certain material become electrically charged when they are brought into contact with different material and separated. يعني هو نوع من الطرق لتوليد الكهرباء الساكنة نتيجة التصاق جسم بجسم آخر، ونعمل يعني شو خلينا نقول ندلك الجسم بالجسم الآخر لتوليد الشحنات الكهربائية الساكنة. طريقة الحك أو الدلك كما ذكرناها مفصلا باللغة العربية بالمقطع الأول للمحاضرة الأولى. أيضا كمثال عليها ذكرنا إحنا في حالة إذا أخذنا قطعة من قماش الحرير ودلكنا يعني خلينا نقول بزجاج، فبالتالي راح يتولد لي شحنات كهربائية على هذا الزجاج اللي هي مظهرة أمامكم ربط together include glass rubbed with silk. الطريقة الثانية لتوليد الكهرباء الساكنة اللي هي electrostatic generations اللي احنا ذكرناها بالمقطع الأول لهذه المحاضرة الأولى اللي هي طريقة التماس. يعني طريقة التماس نضع جسم مشحون على جسم غير مشحون، فبالتالي الجسم الغير مشحون سوف ينشحن بنفس الجسم المشحون. اللي مأشر تقريبا صار في وسط هذا السكشن الثاني اللي يبدي من كلمة to non-conductive surface can become charged by just being placed a one on the top of other. أي يمكن شحن جسمين واحد مشحون والثاني غير مشحون بواسطة وضع جسم فوق جسم آخر. هذا الطريقة الثانية اللي هي توليد الشحنات الكهربائية بطريقة التماس. الطريقة الثالثة اللي هي electrostatic induction أي طريقة توليد الحث، طريقة توليد الكهرباء الساكنة بواسطة الحث الكهربائي. ذكرناه احنا مفصلا بالمقطع الاول لهذه المحاضرة الاولى باللغة العربية. قلنا اللي هي انطينا لها رسم توضيحي اللي هي الجسم المشحون والكرة والسلك. هذه الطريقة الثالثة مطالبة من عندكم باللغة العربية، يعني من اجيب لك سؤال اشرح او اكتب او وضح electrostatic induction أي طريقة توليد الكهرباء الساكنة بواسطة الحث، فهاي أنتم مطالبين بها باللغة العربية اللي ذكرناها بالمحاضرة بالمقطع الأول للمحاضرة الأولى اللي هي تكون عبارة عن أربع نقاط مع الرسم. الرسم اللي ظهر أمامكم بهذا المقطع الفيديو أيضا أنتم مطالبين به. انتهت محاضرتنا مراجعة المحاضرة الأولى لهذا اليوم.